أمر خطير عظيم جدا 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 لابد الحذر منه. 一个非常非常重要的事情，我们必须要警惕。 الاستهزاء السخرية السب للدين للرب للنبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 嘲笑宗教，嘲笑先知等等这些行为。 المسلم لا يمكن أن يستهزئ يسخر بهذه الأشياء. 一个穆斯林不可以嘲笑教门。 لأن هذا أعظم الكفر. 这是最大的隐昧。 إذا تسمع آية أو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تخاف تنظر في هذه الآيات والأحاديث. 一旦我们听到古兰经或者听到圣训，我们必须要这个庄重的重视。 لا تلعب لا تستهزئ بالقرآن والسنة. 不允许以玩笑的方式或者嘲笑的方式。 تقف عند حدود الله. 我们要这个坚守安拉规定我们的界限。 لا يمكن أن تسمع السب والاستهزاء وتسكت، لابد إما أن ترد أو تمشي تنصرف. 如果你听到嘲笑或者谩骂教们的事情，你必须要要不反驳，要不就离开。 ولا يمكن في هذه الأجهزة الآن أنك تسمع من يسب الرب ويسب النبي صلى الله عليه وسلم أو ترسلها لغيرك. 不允许谩骂教们、骂安拉、骂使者，这都是他的隐昧。 لابد أن المسلم يذب يدافع عن الكتاب والسنة. 我们穆斯林必须要维护经训。 لا يمكن أن المسلم يجهل أن سب الرب كفر أكبر. 对于骂教们的、骂阿拉、骂使者、骂教们的行为，都是大的隐昧。 لا يمكن أن يسب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا نسب عيسى ولا موسى ولا نوح ولا إبراهيم ولا محمد عليهم الصلاة والسلام. 不允许骂任何先知和使者，无论是عيسى、موسى、إبراهيم等等、محمد，任何使者都不允许。 نعم هؤلاء أنبياء الله سبحانه وتعالى. 那些都是安拉的使者，安拉的先知。 لا يمكن أن نتعرض لهم بالسب الشتم. 不允许对他们谩骂嘲笑的。 هذا إذن الموضوع خطير جدا 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 فيما ينقل بعض الرسائل أو يضحك بعض الناس عندما يقرأ آية أو حديث. 这是一个非常非常重要的事情。有些人在听到古兰经的时候，他发出笑的声音等等，这都是非常危险，非常危险。 نعم. الآن الموحد حقا المحقق حقا للتوحيد. 如何用实际行动来实践认拜阿拉独一的信仰？ لابد أن يحقق التوحيد ويرضى بحكم الله مع الأعداء ومع غير الأعداء. 必须要在崇拜阿拉独一的人有这样信仰的人必须要满意阿拉的判决，无论是。 يعني الآن التعامل مع الكفار لابد أن نتعامل في الشريعة، لا يمكن أن أتعدى على الشريعة. مثاله يعني أظلم الكفار، ما يمكن، أو آخذ أموالهم. 即使是和这个隐昧者们，这个不信教的人们在一起交往，也必须要坚守阿拉规定的正直的法度。 不允许侵犯，做有任何侵犯的行为。أو أتعرض للكفار بالسب مثلاً. 比如，面对非信士骂他们，这是不允许的。 لا، لابد أن أتعامل مع الكفار كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. 和非信士进行交往，如同先知曾和非信士交往的方式一样。 بيننا وبين الكفار الآن عهد، لابد أن نفي بعهد العهد. 如果和非信士有契约、有协约，必须要完美你的协约。 ولابد لهم أن يفوا لنا أيضا بالعهد. 必须要完美契约，不允许这个背信弃义。 لا ننقض العهد هذا. 不允许这个私自毁坏契约。 لا أظلم الكفار. 不允许这个对背徒非信士有任何不义的行为。 ننصح لهم. 应当去美好的劝告。 نأمرهم وندعوهم إلى الدخول في الإسلام. 应当劝告他们加入伊斯兰，公正的伊斯兰。 نحب لهم الخير وهو الدخول في الإسلام. 我们希望他们也都获得福利，希望他们加入伊斯兰。 نخاف عليهم من النار. 我们担心他们因为不加入伊斯兰而进入火狱。نعم.